الجمعة هذه جمعة الأفراح والمسرات للاعب التونسي مراد الهذلي، مهاجم كرة القدم التونسي يدخل القفص الذهبي ويحتفل بأسعد أيام حياته. تبعنا عرس مراد 3 أيام من الحنة للصديق للوطية لسهرة العرس بحضور الأصحاب والأحباب ومشاهير الفن والرياضة. مهاجم مستقبل جابي استقبلنا بحذاه باش نتقاسموا معاه فرحته. هذه متابعة خاصة لعرس اللاعب اللي احتفل السنة بعيد ميلاده 28، متابعة خاصة لأفراح نجوم تونس. مراد الهذلي لاعب مستقبل جابس حاليا وقبل البس مارول نادي الرياضي الصفاقسي والنادي الافريقي احتفل الجمعه اللي فاتت بالعرس نتاعو. احنا في منوبل هنا مراد مع اصحابه وعائلته في الحنه نتاعو، أجواء احتفالية، برشا ضحك، برشا ضمار، برشا رقص وبرشا شتي. غدوة استدعانا مراد بحذاه في الملاسين مع أولاد حومته والأصحاب. العروس اختار لبسته وحريص جدا أنه أتلالته هذه تكون مميزة. من طبيعتي أنا نستيسي، يعرفوا أصحابي اللي كوروا معاي ديجا واللي ما كوروش، هو أخويا نحس في روحي نعرفش مش خايف، ونحس في روحي فما حاجة ما نعرفش كيفاش، نحس فيها حاجة بيه أما ممتون وممتون أكثر من الفرحة معنا، حاجة كبيرة ياسر. مراد حاضر باش يقابل عروسته في الوطية متاحة. احنا في قاعة أفراح في منوبة، أجواء احتفالية، أجواء عرس 100%. في نفس الليلة مراد وعروسته في ريال كتبوا صديق، أجواء الفرحة والصغارية تملاو القاعة. فرحانة على الأخر، الحمد لله يا ربي، يا ربي كتبنا لبعض. لوطية وكاتبين صديق في نفس الليلة، جو كبير مع الأفراح المتواصلة مع الغناء والشتيح، برشا فنانين تونسا كانوا حاضرين يتقاسموا مع مراد وزوجته الفرحة متاعهم. ليلة الاثنين، ليلة الكبيرة، ليلة العرس، فريا العروسة حاضرة باش تزين ليلتها وتكون ملكة السهرة. فرحانة ومبجوعة، خايفة نبعد على دارنا، حي جديدة كاو. من جهته مراد حاضر في روحه مع العائلة وسط فرحة الأصحاب. إن شاء الله ربي يهنيه وربي يعطيه ما يتمنى، وإن شاء الله اللي جاي خير. نحب نقول له ربي يهنيك ورد بالك على روحك، وإن شاء الله ربي يوفقك. هو يرد باله على مرته ويرد باله على روحه، وإن شاء الله ربي يوفقه، والعام الجاي هزمنا كي يصوروا له ولده معاه.
سهرة الكبيرة لعرايس الكل في كامل أناقتهم استعدادا لبداية مشوار العمر. السهرية كانت لمة فنية مع نجوم الأغنية التونسية لحفل الجو. صحاب مراد كانوا حاضرين، زملاء الكورة جاو يهنيو ويفرحوا لزميلهم. جينا نباركوا لصاحبنا أخونا مراد الهذلي، إن شاء الله ربي يهنيه وإن شاء الله ربي معاه وإن شاء الله يبدأ مريقله وإن شاء الله ربي يهنيه. تجربة باهية بالنسبة لي هو، لأنه مراد ماهوش منظم في حياته، يعني كما تشوف ماهوش ستابل. بالنسبة لنا نتصور العرس يردوا أكثر ستابل، يخليه مرتاح، وكي يبدأ مرتاح نتصور في الكوره باش يعطي برشا ويقدم اضافه. دونك بالنسبه للعرس المراد مهم ومهم برشا. كيما هو جاي فرح لي انا لازمني نجي، وان شاء الله ربي يهنيه، ومعناتها جلوي سويت تو البونور هو وسا فام، وان شاء الله اون بون في اون بون سانتي، وان شاء الله ربي معاه. هكا مراد خويا الصغير بلاسك، معناها 4 سنين مع بعضنا في قابس، ومراد يسحق كل خير. مراد معناها انسان باهي برشا، رجله ولد حومة شعبية معناها، وخير وسابق، فهمت كيف؟ يستحقوا الخير، نجوا حتى من بين قردان مش من قابس. مولاد خويا وصاحبي وعشيري، ونتمنى له كان الخير، وان شاء الله ان شاء الله يتعدى له عرس به، وان شاء الله ربي يهنيه ان شاء الله. حفلة العرس تواصلت حتى للصباح مع اجواء الرقص والموسيقى. مراد وزوجته في الريال نتمنى لهم الهنا والسعادة بالرفاء والبنين.